السلام عليكم متابعينا. في هذا الفيديو غنقدم لكم بعض المحطات من مسار الوزير والسياسي السابق عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله. عبد الرحمن اليوسفي تزاد في 8 مارس 1924 في طنجة. من بعد التعليم الثانوي اختار يكمل دراسته في مجال القانون، حصل على الإجازة في القانون وكذلك على دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية ودبلوم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان. خدم عبد الرحمن اليوسفي في منصب محامي لدى محاكم طنجة لمدة 8 سنوات من 1952 حتى 1960، وتم اختياره نقيب المحامين في طنجة عام 1959، وأيضا هو الكاتب العام المساعد لاتحاد المحامين العرب من 1969 حتى 1990، وأيضا كان في منصب رئاسة تحرير جريدة التحرير الصادرة عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. انخرط في العمل السياسي والنضالي في 1943 وهو باقي شاب وعمره 19 سنة فقط. تم اختياره كمندوب دائم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الخارج، وفي 1992 تم انتخابه كاتب عام للحزب من بعد وفاة عبد الرحيم بوعبيد. في 1993 غيقدم عبد الرحمن اليوسفي استقالته من الوظائف السياسية من بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية عام 1993، وذلك احتجاجا على ما وقع فيها من تلاعب، ولكن أرجع من بعد ضغوط من الأصدقاء ديالو. من بعد مفاوضات قبل عبد الرحمن اليوسفي العرض ديال الحسن الثاني بقيادة ما سمي بحكومة التناوب، وتم تعيينه وزير أول سنة 1998 وبقى في المنصب حتى 2002، وفي 2003 غيقرر يعتزل الميدان السياسي وقدم استقالته حتى من الحزب اللي كينتمي ليه. وبالنسبة للجوائز والأوسمة، فعبد الرحمن اليوسفي كان دائما كيعتذر وما كيقبلش طلبات التكريم، وكيقول أن ما قام به هو واجب وطني ونضالي. في 2003 خدا وسام ملكي وشح به الملك محمد السادس، ومن بعد الاستقالة تعرضت عليه مناصب في مؤسسات مغربية وأجنبية، لكن تشبت باستقالته من العمل السياسي. وفي 29 ماي 2020 غيفارق عبد الرحمن اليوسفي الحياة ويغادر إلى دار البقاء. إن لله وإنا إليه راجعون.